الله معكم اخوتي، سلام ربي يسلم قلوبكم. الصباح الجميل. بدي اعطي نصيحه للكل، وبدي اقول انه انا اسف جدا، يعني انه بهالفتره هاي عم بعمل بلوكات لاصحاب اوقات بهزهم كثير، بعرفهم، عندي معرفه انا وياهم كثير كبيره، عم بضطر انه اعمل لهم بلوك. شو السبب وليش بدنا نعمل بلوك لناس هالقد بحبونا؟ اول شيء لانه يا اخوتي بيجي صديق بتكون انت وياه كتير مقربين، بيبعت لك، كون انا حاطط بوست، بيبعت امور جارحة جدا بهيدا التعليق، مثلا ما بيعلق بطريقة مناقشة، يعني او اول شيء فيك تناقش، او اسف انا رأيي مش من رأيك، انا بشوف انه هيك ازبط، بس هيدا رأيي مع محبتي، بس ما فيك تطلع تبهدلني وقدام العالم وتحكي شغلات قاسية واخر شيء ترجع تقول مع محبتي. وين بصرفها هي محبتي؟ ما بيكون انت مبهدل الواحد ترجع تقول له مع محبتي، ما بيصير. ما معك حق، ما فيك تقول ما معك حق، لانه انا شايف الحق من وجهة نظري، يمكن يكون منه من وجهة نظرك. بعدين الكلمات القاسية اللي بتنحكى هلا، الكلمات الاوقات اللي فيها كتير قلة ادب، اكيد بينعمل لوك، وما بيكون ناس تقريبا بعرفهم، بس ليه بعرفهم؟ واللي عم بتأسف واللي عم بتضايق لما اعمل بلوك بيكونوا عم يحطوا اتهامات او شغلات اوقات بتجرحني. يعني ما معقول اتركك صديقي وانت كل يوم والتاني عم تجرحني وعم بتحط. انا بعمل بلوك لحتى ما نزعل من بعض اكثر، بلوك يعني خلص ما فيك محادثه. تخيل حالك شخص انت وياه وجه بوجه وعم بتبهدله قدام العالم، لا بتقدر تبعت لي رساله على الواتساب، بتقدر تبعت رساله بيني وبينك تقول كل اللي حابب تقوله، ما حدا عم يسمعه من ضل اصدقاء. بعدين صار في ناس تعلمني لهوت، في ناس تعلمني شو بدي احكي، لا انتبه لازم تحكي هاي، ما تقول هاي، شو الحديث هيدا، انه عيب، لازم نحترم حالنا. وهلا شوفوا زمن الدبان، نحن اليوم باخر ايلول اول تشرين بكون في دبان كتير، بسميه شهر الدبان. يعني ما تكونوا مثل الدبانه، ترجعوا على وجه الواحد وتضايقوه وتزنوا عليه وعلى دينته بطريقه قله ادب او بطريقه جارحه او ما بتسوى. كونوا مثل الفراشة، واحد بيقدر بينظر عليها بيتعلم منها كتير شغلات. ما فيكن تكونوا جارحين وتستغربوا وتزعلوا لما الواحد بده يحط بلوك. البلوك افتكر هالايام صار ضروري جدا مشان ما نخسر بعض اكتر. مثل ما قلت لكم، ما تكونوا مثل الدبان، بداية الواحد تكونوا مثل الفراشة اللي الانسان بيتعلم منها، اللي بيشوفها، اللي بيفرح انه هي عم بتطير حواليه. بدكم شيء من الواحد ضد رأيه، بعتوا له رسالة على الخاص، بعتوا له واتساب، احكوا وتناقشوا انتوا وياه. بدكم تحطوا شيء قدام الناس كلها، بدكم تضطروا انه كمان انتوا تاخذوا جواب كتير قاسي. انا من الناس اللي ما عم بحط اجوبة قاسية، دغري عم بعمل بلوك، لانه بس تفوت بالحوار اكتر رح يتعمق الجرح ورح يصير في كلام يمكن اوقات الواحد يحكيه يرجع يندم عليه. انا برأيي صار البلوك ضروري هالايام، بس مش معناتها اللي بعمل له بلوك من هلا بقول انه بكرهه ابدا، كل ما بدي اخسره اكثر. انتبهوا يا جماعه، كل شيء عم تعملوه، على كل شيء عم نكتبه، الكلمه اللي عم تحطوها عم بيشوفها، ما بدي اقول ملايين او الاف، مئات. ليش مضطر انت حتى تحكي مع صاحبك كلمه مش منيحه قدام المئات؟ او مش معقول صاير بالمره شو هالحديث هذا؟ هيدا بينك وبينه بتقدر تحكيه، في امور عيب نحكيها يا جماعه. يا جماعه البوست او التعليق اللي عم تحطوه عم بيشوفوه عشرات ومئات، انتبهوا على كل كلمة عم تكتبوها بالتعليق. وما بدي اقول انتبهوا للي انتو عم تحطوا، هيدي صفحتكم انتو حرين. ما بدي اقول لواحد شو رأيك، حط اللي بدك اياه، هي صفحتك. عم بقول انتبه شو عم تعلق لصديقك، بس بصفحتك حط اللي بدك اياه، رأيك. ناس ملحدين، انت حر، بس ما في انا فوت وعلق كلام جارح على صفحتك، حط اللي بدك اياه ضد اللي بدك اياه. انتبهوا لما تحطوا تعليق جارح بوش حدا بتعرفوه، اكيد رح تنطروا البلوك. وانا صراحة مشان ما فوت بجدالات فورا عم حط بلوك، وصدقوني لكتير ناس بعزة وقريبة مني، فاقتضى التوضيح. وما حدا يستغرب، بدكم تحكوا مع حدا، تحكوا مع حدا بينكم وبينه، ما حدا يزعل، ما بده زعل. اي كلمة بتكون يمكن انتم تفكروا منها جارحة تكون بالنسبة لي جارحة، فاي بلوك بينعمل من تجاهي بتعرف حالكم انه بتكونوا عاملين شيء او معلقين شيء وحكيين شيء ملاقي انا انه زايد، او ملاقي انا انه ما بيسوى او بقلة ادب. انتبهوا، بنرجع لكم، عملت كتير بلوك هالفترة للكل، لا او لكتير، ما حدا يزعل، ما في شيء شخصي،
انما في شيء انه انا ما بقدر اتقبل او اخذ واعطي قدام الناس بامور عن جد بكون الواحد جرحني فيها. وتفضلوا بقبول البلوك بكل محبة. الله معكم، بحبكم جميعا. بس صراحة طولها عم شوف كتير عم بيصير في التجريح، مش بس معي، مع كتير من بعضهم على الفيسبوك. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، مش لحالكم، العالم كله شايفنا. رأيك انت حر فيه، انت حر، بس منك حر تجرح بحدا على الفيسبوك بتعليق على بوست هو حاطه. والله معك.